قال ان الاهلي الاكثر شعبيه في القاره الافريقيه. اهلاوي للاسف. انا اقول ايه بقى؟ مغربي اهلاوي الحقيقه. ما هو الكلام ده لما بنقوله الناس تطلع الناس بتزعل. الحقيقه ده واقع يعني، ده واقع، وهذا يجرنا لحاجه تانية انا عايز اتكلم فيها. ما هو واقع، بس ما حدش قادر يتعايش مع الواقع. يعني هو عايش مع الواقع يعني، ما هو لا، في ناس كتير ما يعني عندها ما عندهاش رؤيه للواقع ده. فكره انه النادي الاهلي بيتهاجم في البرامج والنادي الاهلي، الحقيقه ده الحقيقه برضو ده جزء من، انا شايف انه مش واقعي. ليه؟ لانه ما فيش حد عاقل بيمتلك قدر من العقل عنده القدره على مواجهه جمهور النادي الاهلي. ما فيش حد عاقل، ما فيش حد بيمتلك ب2 جنيه عقل يعني اي حد عنده ب2 جنيه عقل ما يقدرش يواجه او يقف قدام جمهور الاهلي. ليه؟ تتكلم على 60 70 مليون، ده رقم انا هبقى بقلل فيه من عدد جمهور الاهلي الحقيقه، هو اكتر من كده. الحد الادنى ده، الحد الادنى اهلاوي في مصر غير الوطن العربي. وطبعا الحقيقه انه برضو فكره اكذوبه ان الاهلي اصله ما عندوش شعبيه في الوطن العربي، الحقيقه برضو سافرنا يعني شفنا يعني شفنا وشفنا بعينينا، والحقيقه انا شفنا في موضوع التذاكر، وانا في ماتش السوبر كنت من الناس اللي كنت بهزر في موضوع التذاكر ده، وبعدين يعني الناس زعلت وقلت لهم يا جماعه الموضوع بجد، انا كنت واخده بهزار بس عشان ايه الناس اعصابها ما تتعبش. الحقيقه ده واقع، فاي حد عاقل في اي برنامج ايا كان المقدم اللي بيقدم البرنامج بعيدا عن البرامج القنوات اللي هي خاصه بانديه، من حقه يعمل اللي هو عايزه النادي بتاعه، ولكن اي حد في قناه محايده صعب جدا يحارب جمهور الاهلي او يقف قدام جمهور الاهلي، لان جمهور الاهلي عنده القدره انه بانه لو ادى كتفه يعني، لو ما بصش للبرنامج كده واداله الناحيه الثانيه خلاص محدش هيشوفه. شكرا. وده اللي بطلبه من جمهور النادي الاهلي الحقيقه. صح. لان انت لما بترد على حد اتكلم على الاهلي فانت بتدي له قيمه يعني انت بتدي له قيمه وهو بيبقى ايه بيتبسط. اتعلمنا زمان لما عيل صغير يشتم حد كبير فما انت بتسيبه تمشي، ما بتردش عليه، لانك لو قررت ان انت ترد عليه فالحقيقه ما يصحش، ده عيل صغير. فانت اي عيل صغير بيشتمك كبر دماغك، لان كل يوم دلوقتي بنشوف في البرامج اي حد عايز يتشهر او الناس تتكلم عليه فبيطلع يهاجم النادي الاهلي عشان جمهور النادي الاهلي بقى بيرد وبتاع. فالحقيقه انا قلت لك الاسبوع اللي فات انا في احد البرامج انا نفسي غلطت الغلطه دي، قعدت اهزر واضحك ولحد عملنا قيمه للبرنامج وعملنا له نسبه مشاهده، والحقيقه كان لا يقدم اي شيء. مظبوط. يعني كان لا يقدم اي شيء. مظبوط. صح. محتوى زيرو. فالحقيقه اتمنى ان جمهور النادي الاهلي فكروا في النادي الاهلي، فكروا في مستقبل النادي الاهلي، حاولوا تقدموا حلول لاعلام النادي الاهلي ومستقبل النادي الاهلي. اراء ايجابيه. مظبوط. اراء ايجابيه، لان تطوير في منظومته الاعلاميه الحقيقه عشان برضه نبقى واضحين يعني محتاج خطوات كتيره. اتمنى ان جمهور الاهلي يقف جنب قناة النادي الاهلي، يقف جنب منظومته الاعلامية عشان لما تتطور ولما يدخل على حاجة جديدة تقف تبقى في المقدمة زي ما هي طول عمرها وزي ما هي. أكيد. موجودة بإذن الله. الاهلي رقم واحد طول الوقت اللي بيتكلم عليك في ظهرك فانت مش سامعه، فلو قررت تبص له بقيت زيك زيه، ما تبصلوش انت لما يبقى بقى يجي يبقى كتف في كتفه، ده اعتقد مش هيحصل ولا عمره هيحصل. محتاج سنين، محتاج سنين ضوئية يعني، سنين ضوئية. وانت لو فضلت في مكانك محلك سر بالظبط كده. فأتمنى أتمنى، لأنه الحقيقة بقى الموضوع مزعج بالنسبة لنا إن أنا كل شوية ألاقي الجمهور منزعج من حاجة فلان قال، مش عارف مين قالت، مش عارف. يا جماعة دول تفاهات يعني دول تفاهات. والحقيقة ما أتمناش إنه الأهلي وجمهوره يعملوا ده، لأنه الحقيقة مزعج جدا. مزعج جدا.